تعالي يا ليان، لقد قمت بعمل هذا الفيديو لك عن كيفية رسم الوردة، انظري وشاهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم ان شاء الله باذن الله بعلمكم كيف نرسم ورده بطريقه سهله وبسيطه. اول شيء نجيب القلم الرصاص اللي احنا عندنا ونبدا نرسم دائره صغيره ودائره كبيره خفيفه بالخط، بالقلم خط خفيف. بعد كده بنجيب الالوان، اللون الابيض مثلا واللون الاحمر، اللون الابيض مع اللون الأحمر. بوريكم كيف عندنا اللون الأحمر اهو، وعندنا اللون الأبيض نضعه هنا كده بجواره كده. طيب نبدأ بناخد طبعا زي ما احنا شايفين كده، بناخد من اللون الأحمر نصف الفرشة، يعني نصف الفرشة زي كده زي ما احنا شايفينها بالشكل هذا، والنصف الثاني يكون ليه اللون الأبيض زي ما احنا شايفين بالشكل هذا. نبدأ نعملهم بالشكل هذا عشان يندمجوا مع بعض شوية. نبدأ نرسم مع بعض. ناخد من أول هنا، نخلي اللون الأبيض تحت واللون الأحمر فوق، هو اللي فوق. ممكن نعملهم أيضا هنا كذلك عشان يبقى من الجهتين زي ما احنا شايفين كده. بنبدأ كده بالشكل هذا. الأبيض إذا ما كان كثير نحاول نزود شوي. طبعا إذا اللون خلص بناخد الثاني. لحد ما نحاول نخليها مسافات قريبة من بعض. هنا نفس الطريقة هنا اللون الأحمر، خلصنا كده. بنبدأ مرة ثانية من المنتصف، زي ما احنا شايفين. خلصنا بالشكل هذا. نبدأ مثلا لو اللون البني أو اللون الأسود، ناخد نعملها زي نقط كده في المنتصف هنا كده مثلا. بالشكل ده الأوراق بالنسبة للورق بنبدأ طبعا سهل برضو ان شاء الله مع بعض كده. بنعمل الاول زي فرع كده بسيط اللي هو احنا طالعين ده الورق، ناخد اللون الاخضر اهو،
نبدأ نشوف كده مع بعض نفس ما عملنا نفس الطريقة، لكن من هنا نجيب اللون الأصفر مثلا والأخضر. الأصفر أهو والأخضر بالشكل ده كده جنبهم. نبدأ ناخد الأصفر اتجاه والأخضر في الاتجاه الثاني من الفرشاة، النص ونص زي ما احنا شايفين. تبدأ هنا كده نفس الاتجاه، شوف الأصفر وين يا خارجي، خلاص يبقى هو الاتجاه الخارجي. طبعا يظهر عندي جنب فاتح وجنب اللي هو ده، نفس الكلام هنا. ابتدى من فوق واحدة يعني أول مرة هنا مثلا، كنت أعمل هنا برضه نفس الكلام أهو. ممكن ايضا نعمل بعض المسك للوردة مثلا، ناخذ الابيض ورد صغير كده اللي هو زي الزهور يعني، ممكن من هنا الموضوع يعني سهل وبسيط. كل اللون الأخضر نعمل لها فقط بسيط كده،
سمنة، عسمة الوردة. بسيطة وسهلة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من رسمتها إن شاء الله.